موعد إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي ضد الوداد والقنوات الناقلة، والمقرر أن يلعب على استاد مركب محمد الخامس، وبيدخل الفريقين اللقاء من أجل حسم لقب دوري أبطال أفريقيا، واللي هيكون للمرة الثالثة للوداد والحادية عشر للأهلي. موعد إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي ضد الوداد، من المقرر أن يقام لقاء الأهلي ضد الوداد مساء الأحد المقبل 11 يونيو الجاري، وهيكون في المغرب، وسينطلق اللقاء في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، وبيتأهل النادي الأهلي للنهائي بعد الفوز على نظيره الترجي التونسي بأربعة أهداف نظيفة في مجموع لقاء الذهاب والإياب، فيما تأهل الوداد المغربي بعد تخطي عقبة سان داونز في لقاء انتهى 2-2 في مجموع لقاء الذهاب والإياب. من هو أول فريق مصري بيفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا؟ بيعتبر قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك هم أكتر الأندية في مصر اللي فازوا بالألقاب القارية والمشاركة فيها، ولكن من المفارقات إن أول فريق مصر بيفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا ما كانش الأهلي ولا الزمالك. أول فريق مصري حصل على دوري أبطال أفريقيا هو النادي الإسماعيلي بعد تحقيق الفوز في المباراة النهائية على حساب مازيب الكونغولي في عام 1969، واللي كان يسمى وقتها الإنجلبير، وحقق الإسماعيلي اللقب بعدما تعادل مع بطل الكونغو ذهابا بهدفين لكل فريق، وفي مباراة الإياب حقق الإسماعيلي الفوز بثلاث أهداف مقابل هدف واحد ليصبح مجموع المباراتين 5-3. الخطيب بيسجل هدف تاريخي في شباك الزمالك. أثبت مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الأسطورة محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي ذكاء شديد خلال الفترة الماضية في التعامل مع بعض الملفات الخاصة بالأجهزة الفنية، وعلم الأهلي اليوم من مصادره الخاصة أن النادي الأهلي قد فتح مفاوضات متقدمة مع الألماني هيكو المدير الفني لبايرن، وذلك قبل قدوم السويسري ماريس لكولر خلال شهر سبتمبر الماضي، ولم يتوصل الأهلي إلى اتفاق نهائي مع المدرب الألماني. وبمرور الأيام دخل نادي الزمالك في مفاوضات قوية للتعاقد مع هيرليتش الذي وافق بشكل مبدئي لتدريب الأبيض، ولكن اشترط القدوم إلى القاهرة أولاً قبل توقيع العقود الإلكترونية. وحينما وصل المدرب الألماني إلى القاهرة قام بزيارة نادي الزمالك والاطلاع على ظروفه، حيث رأى هيرليتش أن الوضع غير مناسب لتولي تدريب الأبيض في ظل مروره بأزمات قوية سواء مع اللاعبين أو من الناحية المالية. وأكد هيرليتش في تصريحاته أنه من الصعب تدريب الزمالك لعدم توافر المناخ الجيد داخل 100 عقبة للمنافسة على الألقاب، الأمر اللي بيعكس رؤية الخطيب القوية في ملف اختيار أجهزة فنية من العيار التقيل. وذات الأمر بالنسبة للجنوب الأفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لأهلي جدة الحالي، واللي كان واحد من أهم نقاط قوة النادي المصري في حسم الألقاب القارية، وحينما اقترب من الرحيل في الوقت الجاري بدأ الزمالك في الدخول في محادثات قوية لقدومه. بعدها رفض موسيماني بشكل قاطع تدريب نادي الزمالك لعدم توافر الظروف التي تسمح لقيادة الفارس الأبيض لحصد البطولات لمروره بأزمة مالية قوية، وهو ما يؤكد أن الجنوب الأفريقي بيمتلك نظرة قوية فضلا عن رفضه أيضا بشكل قاطع التعامل مع رئيس الأبيض المعزول. وقال موسيماني: تلقيت عرضا لتدريب الزمالك وكنت أود الاستمرار مع الأهلي المصري، ولكن الزمالك بيمر بمشاكل فنية حيث لا يمتلك لاعبين جيدين في الفترة الحالية قادرة على صناعة الفارق وقدرتها على التتويج بالألقاب سواء على الصعيد المحلي أو القاري. وأفاد بأن الأهلي في الوقت الحالي يستطيع تحقيق الفوز على الزمالك بسهولة للغاية لما يمتلكه من فريق كبير قادر على صناعة الفارق في جميع الأوقات على عكس الفارس الأبيض. وأضاف أن في المرحلة الحالية صعب نستغني عن أي لاعب مؤثر خاصة وهو هداف الدوري، واختتم بكلمته الأخيرة: إذا قررنا بيعه هيكون بمبلغ كبير، ولكن احنا بنغلق هذا الملف خلال الفترة الحالية. ومن جانب آخر قال كريم حسن شحاتة إن مبول الخطير هو هداف الأهلي، ورغبة كولر الثانية بعد موليكا والأهلي أكثر جدية، واللاعب بيفضل الأهلي إذا لم يتم بيعه خارج مصر، وقال إن سعره سيقترب من 2 مليون دولار، وإن جلبتو لاعب الأهلي السابق ربما تكون له الكلمة الأخيرة في ضم مبولو للأهلي لأنه بينتمي لنفس المقاطعة التي ينتمي لها الأنجولي مبولو. وقال شحاتة أن الأهلي اتفق مع إبراهيم عادل، لكن كولر بيفاجئ الأهلي وبيرفض، وإمام عاشور بيرفض هو كمان.
وكولر بيرفض ضم 4 لاعبين من منتخب مصر، ده طبعا وفقا لتقارير صحفية من داخل الأهلي. فإن كولر رفض ضم 4 لاعبين من منتخب مصر في انتقالات الصيف، وأوضحت التقارير إن مسؤولي القلعة الحمراء عرضوا 4 لاعبين من المنتخب الوطني على كولر. وبتشير التقارير إلى أن المدرب السويسري رفض ضم كل من محمود حمادة وأحمد حسن وإمام عاشور وإبراهيم عادل، وتم عرض اللاعبين على المدرب السويسري ضمن خطة القلعة الحمراء لتدعيم صفوف الفريق بلاعبين جدد في الصيف. وعرض كوكا مهاجم ألانيا سبور على المدرب السويسري كبديل لصفقة موليكا، ده طبعا حال فشل إتمام التعاقد مع مهاجم بشكتاش، ولكن السويسري رفض ضمه وتمسك بضم النجم الكونغولي، كما طلب ضم لاعبين آخرين في مركز الوسط بجانب صفقة أجنبية في مركز الجناح. ودي كانت أخبار النهاردة، ياريت ما تنساش تدوس لايك واشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد بإذن الله.